Donc, LFM tout N, mais je charge x carré en facteur barre, donc je regarde x carré plus 1, je regarde le plus 1, c'est ça, à la roue, hein, même bas, nous on attend. Maintenant, je me termine chez vous. Anna, aïe. فهمت شنو ما عادش نجم نعمل حتى شيء ما ثماش حتى سامبليفيكاسيون لهنا انت دونك هذه من بعد ما عندي وين توصل شوف اني شنو نقترح عليك بالعكس شنو نقترح عليك فكره اخرى ميثود اخرى دونك انت هنا خدمت بالديفيرونس تي بون ميثود بور كومباري دو اكسبريسيون ا اي بي عملت بالديفيرونس ايغال ا زيرو بويسك هنا مش نخرج من الاولى ما نجمش نخرج من الاولى نوصل للثانيه زاد كيف كيف ما نجمش نخرج منها مفاح حتى شيء باش نوصل للاولى دونك شوف عندنا ا سور بي ايغال ا سي اون دوا مونتري ا سور بي ايغال ا سي تو سامبلومون جو دوا مونتري كو ا ايغال بي فوا سي معناها اش نعمل نضرب البي في السي نحسبها ونبينها ايغال ا معناها هو جاش قال لي ما بياني اكس 4 plus x carré plus 1 sur x carré plus x plus 1 نضربوا ال x au carré plus x plus 1 fois x au carré moins x plus 1 صحيح نمشي نعملوا ال b fois c يعني نمشي نضرب هذا في هذا ونبين اللي هي تساوي هذا النوميراتور هذا x 4 plus x carré plus 1 فهمت دونك يا اما بالديفيرونس يا اما ناخذ ال x carré plus x plus 1 هذا نضربه في الـ x كاري مو x plus 1 داكوغ ونعمل الديفلوبمون متاعي دونك انا يلفو فير اتونسيون كيف كيف مش a plus b فوا a موان b داكوغ ها جوست كان جات هذي كان جات ريتها كان جات هذي موان موان x موان 1 توالي كلامك صحيح توالي a plus b فوا a موان b مي لهنا سي با لو كا دونك جو في ديفلوبي رد بالي نغلط في ديفلوبمون وحده وحده نمشيها داكوغ لي نوصل لشكون نوصل x 4 plus x carré plus 1 voilà اذا كان وصلت لهنا سي بون معناها عندي ليغاليتي معناها جوست ا سور بي ايغال ا سي نخدمها ب فوا سي داكا نمشي نخدم ب فوا سي بينها ايغال ا هذه اون دوزيام ميثود مي حتى الديفيرونس هكا وصلت باهي نمشيو للبيتي بي تاو اقرا لي كيستيون بيتي بي يا شايمه ترى اون ديزير اون سامبليفيكاسيون دو لا فراكسيون 10 × 1001 Très bien, صحيت يا شايم, c'est bien. على 10 au carré plus 10 plus 1. Très bien, voilà, تيك صح. رجعنا للإكسبرسيون اللي قبلها. إيغال تولي 10 au carré moins 10 plus 1. صحيح. إيغال 90 plus 1 إيغال 91. صحيت يا شايم, voilà, هذه هي. Donc l'idée, إني نستغل, voilà, إني نستغل l'égalité سابقة. دونك ديما كي يعطينا ايغاليتي في الدفوار رانا باش نستعمله خذها قاعده ديما اذا كان يعطيني ايغاليتي راني باش نستعمل يعطيك الصحه هذيك هي الفكره تو سامبلومون 10101 10101 على 111 على 111 كيما انت دونك مش نفككها داكا دونك شردها 10000 بلس 100 بلس 1 وهذه مش نردها 100 بلس 10 plus 1 d'accord tout simplement تفكيك هذا باش يتوافق مع l'expression السابقه اللي قبلها voilà pour apparaître le x donc هنا ال x شخذيناه voilà ال x لهنا on a choisi x égale à 10 donc تجي تقول له donc pour x égale à 10 d'après petit a راني خذيت l'expression تاع petit a ومش نعوض الاكس بال10
Donc, 10 101 sur 111 égale. Donc, nous avons l'expression qui m'a donné à avoir x par 10. Donc, j'ai donné à x par 10. Donc, égale 10 carré moins 10 plus 1. Plus 1. Et là, il y a qui m'a dit 91. Atik sah. Et, troisième question. Je ne vois pas le nez à Chaïma. Pour tout x inférieur ou égal à 1, écrire l'expression b de x égale à racine de x au carré plus 4, valeur absolue de x moins 1, sans racine carré. C'est bien. Qu'est-ce que tu as fait? Donc, qu'est-ce que tu as fait? يحب ينحي الراسي يحب ينحي راسين كاري مسيو هذي لقيت عملت عملت كلها او كاري عملت البي دي اكس او كاري وعملت كلها او كاري لا ما تنجم تولي باش نحي الراسين ما تنجمش عذر لي في ايكواسيون كي من هكا مونتري عندك اكسبريسيون مش تولي انت هكا تطلع له بي كاري اكس ما تمش طلع له البي مي وبعد ما ديك مسيو كي لقيتها نلقاها لاسين دو اكس موان دو كلها او كاغي تولي ايكال تولي ايكال اكس موان دو او دو موان اكس وعنا هوني اكس اكس اصغر من ان دونك تولي لاسين دو دو موان اكس معناها انت مشيت حسبت ب كاري دو اكس معناها انت حسبت ب كاري دو اكس ومن بعد خرجت البي سون راسين هكا لي براسين يعني فوالا هو خاطر حاجته بها سون راسين شوف الفكره يا شيماء شنيا الفكره سهله ديما باش نحي الراسين ديما يا شيماء باش نحي الراسين تفكر القاعده راسين دو ا او كاري سي تيغال ا فالور ابسولو دو ا يعني من الاخر يا شيماء ديما باش نحي الراسين لازم نظهر الكاري تحت الراسين نعاود ديما باش نحي الراسين تبدا عندي اكسبريسيون تحت الراسين داكا يا اما كيما عملت انت نابليكي الكاري على اليمين وعلى اليسار او لو ميو اني نظهر الكاري وسط الاكسبريسيون يعني الاكسبريسيون الكل اللي تحت الراسين اللي هي انا سميتها ا نكتبها حاجه او كاري داكا نكتبها حاجه او كاري داكا باش تخرج لي فالور ابسولو دو ا داكا ومن بعد حسب الا كان الا بوزيتيف يخرج ا كان الا نيجاتيف يخرج مو ا دونك بعد ما تتعبش نحيو فالور ابسولو نشوفوا لا في وسط الفالور ابسولو كانوا بوزيتيف يخرج ا وكان اللي في وسط الفالور ابسولو نيجاتيف يخرج موانزا داكا دونك اني مون ديما اني مون اوبجيكتيف لهنا باش نحي الراسين كاري دونك يلزم لا تحت الراسين هكا اللي عطاهولي نكتبو حاجه او كاري دونك ش عطاني هو اكس كاري بلس 4 فالور ابسولو دو اكس موان 1 باهي اول حاجه خل نحي قبل ما ندخل في الراسين الساعه خل نصفي حساباتي تحت الراسين فالور ابسولو دو اكس موان 1 هذه ماذا بيا نحاها دونك ماذا بيا نحي الفالور ابسولو باش نجم نخدم ايكال ا موان اكس صح فوالا علاش ايكال ا ا موان اكس كيفاش عرفناها ايكال ا ا موان اكس على خاطر اكس اي انفيريور اكس اي انفيريور او ايكال ا 1 صحيت يا شيماء سي بيان و في فالور ابسولو لازم تكون بوزيتيف ما تكونش نيجاتيف فوالا دونك اكس صحيت باش نخرجوا من لونكادرومون اللي عطاهولي دونك ديما كي يعطيني اكس ابارتيان لانترفال ولا اكس اكبر من حاجه ولا اصغر من حاجه اكيد اكيد باش نستغلها ها باش نستغلها في الخدمة نتاعي دونك هنا باش نستغل x inferior equal 1 باش نعرف السيني نتاع x موانز 1 باش نجم نحي الفالور ابسولو دونك x موانز 1 نهز ال 1 ما غادي صحيت يا شيماء تولي inferior equal 0 معناها x موانز 1 نيجاتيف 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 دونك اون فالور ابسولو كيفاش باش تخرج معناها فالور ابسولو دو x موانز 1 صحيت تخرج 1 موان x سي تري بيان دونك معناها نعاود نكتب ليكسبريسيون تاع بي دو اكس ونحي الفالور ابسولو ومن بعد نتلهو بالراسين كاري دونك شتو اللي عندي اكس كاري بلس 4 والفالور ابسولو نردها بارونتيز
D'accord? Voilà. Donc, juste à واش ننشر شي ولي عندي juste قاعد نركح في x لا تحت الراسين x la كاري base plus 4x plus 4x moins plus 4 4 moins moins 4 ou 4 la plus 4 moins moins 4 hein? 4 رد بالك هاي باهي توا لوبجيكتيف نتاعي شنو سي بون توا مرحلة أولى تخلصت من الفالور ابسولو توا لوبجيكتيف نتاعي يلزم لا تحت الراسين اللي هو السيد هذا اكس كاري بلس 4 اكس موان 4 ماذا بيا نكتبوا حاجة او كاري كي نقول ماذا بيا نخرج تفضل مش نجمو نخرجو الموال برا تولي وعلاش تخرج في موال برا الوي مو باش تولي الكات هذيك باش نبدلوها بوزيتيف باش نجم نعمل حاجة او كاري لا مش بالضرورة فهمتك انت تحب فهمتك شنو تحب توصل فهمت دونك لهنا فوالا الغلطة لهنا اني مشيت عوضت الاكس موان زان عوضتها نورمالمون ب 1 موان اكس هذه 1 موان اكس داكوغ جوست لهنا 1 موان اكس هاي 1 موان اكس وتولي لي هذه بلوس 4 وهذه موان 4 اكس ما توا نستحق باش نخرج موان تولي لا فوالا تولي اكس موان دو او كاري Très bien, صحيت يا شيماء. Donc, هذا c'est un produit remarquable. C'est a carré moins 2ab plus b carré. Là, هو a يتكتب sous la forme a moins b le tout au carré. صحيت. Le x هي le a وال b هي 2. Donc, تولي sous la forme x moins 2 au carré. Très bien يا شيماء. يعطيك الصحة. Donc, نجم نحو الراسين توا. اي تو تولي اكس موان 2 فالور ابسولي تولي 2 موان اكس صحيت دونك لهنا الراسين مشي ناحي الكاري لكن تخرج صحيت يا شيماء تخرج فالور ابسولو دو اكس موان 2 داكوغ باش نحي الفالور ابسولو لازم نشوف السينيا نتاع اللي في وسطه اللي هو اكس موان 2 كالعاده الريفيرونس نتاعي هو لونكادرمون اللي عطاهولي اكس انفيريور 1 دونك باش نعمل لونكادرومون باش نعرف السيني تاع اكس موان 2 باش نجم نحي الفالور ابسولو دونك اكس موان 2 انفيريور دونك نحيت موان 2 على اليسار نحي موان 2 على اليمين دونك 1 موان 2 شي يولي موان زا موان زا موان زا فوالا معناها اكس موان 2 كيف نهي بوزيتيف ولا نيجاتيف نيجاتيف فوالا انفيريور موان زا نيجاتيف معناها اون فالور ابسولو شنو تخرج يا شيماء اذا كان هي نيجاتيف اش تخرج Très bien. Nakhla va signer, t'achrej 2 moins x, sahit. Donc, mana finalement, l'expression b de x égale à 2 moins x. Aïk aktib t'helu, sans racine carrée. Wadha hedi? Aïe. Je n'ai pas dit que j'ai fait ça de l'ouvre au carré, mais après j'ai fait ça de l'ouvre فوالا نورمالمون تطلع لك هكاك اي نورمالمون تطلع لك كيف كيما طلعتها اني دكا سي بون ما بي بي نمشي توا لل سي دونك غران سي كاتريامون اقرا لي كاتريامون ان شاء الله Écrire la fraction suivante avec un dénominateur entier, c égale à 1 sur 1 plus racine de 2 plus racine de 3. Qu'est-ce que tu as fait, Yacha? On a juste fait, yani, réduit à 1 plus racine de 2 plus racine de 3. قوة موان زان نجمش كان نخدمها عملتها بالبويسونس زدت بويسونس معناها انت لا لهنا لهنا ليدي انه لا ليدي لهنا هو شنو هي المشكله يحب ينحي الراسين من اللوطة الحاجه يا شيماء اللي تنحي لي الراسين من اللوطة هو شنو هو هو حكيت لكم بكري اي انو نشوفوها كيفاش باش ندوها او كاري باش نجم نحيوها
Tout simplement, le حاجة اللي تنحي الكريم اللوطة هي الكونجوغي. الأوكاري. الحاجة اللي تنحي، اوكي. الراسين اللي تنحي الراسين من الدينوميناتور هو نضرب في الكونجوغي. الكونجوغي. اي ديما اذا كان عندك جذر، داكوغ، اذا كان عندك جذر تحت الراسين وتحب تنحيه، تو سامبلومون تعمل الكونجوغي متاعك. تفهمينا؟ داكوغ. باهي. اه دونك شنو هو، نتفكروا مع بعضنا شنو هو الكونجوغي. لو عرفنا الكونجوغي ليش يصلح، الكونجوغي يصلح باش نحي الراسين تحت الكسر. دونك مثلا اذا كان اني عندي ا بلس راسين دو بي، شنو الكونجوغي نتاعها؟ يولي ا موان راسين دو بي. تو سامبلومون سينيا اللي ما بين الراسين والنومبر يتبدل. كيف لو كان عندي هنا ا موان راسين دو بي، مش يخرج لي، مش تخرج لي ا بلس راسين دو بي، يعني جو دوا انفيرسي لو سينيا. داكوغ. هنا شنو هي هي جوست، رد بالك نعطيك فازه اخرى، رد بالك ساعات يبدا لك بالراسين. مثلا نعطيك راسين دو بي بلس ا، داكوغ، راسين دو بي بلس ا. دونك كيف نجم نكتبها راسين دو بي موا ا، داكوغ، كونجوغي نتاعها موا ا. هنا شنو هي الفاز، عطانا دو راسين، معناها عطانا ا plus racine de b plus racine de c. Tout simplement, شنو هو الكونجوغي نتاعها؟ لازم نحط الجذر ب plus جذر c يعني entre parenthèses، تولي هذيك ال a moins racine de b moins racine de c. Voilà, هيك شنو تولي، a moins racine de b plus racine de c. الا هي زاد النجم نكتبها كما قلت انت ا موان راسين دو بي موان راسين دو سي. سي تري بيان. دونك احنا توا باش نخدموا بالميثود هذه، داكوغ، فاهمينا؟ داكوغ. باهي، دونك نرجع لهنا. باهي، دونك شنو عطانا؟ هو عطانا ان، دونك سور 1 plus racine de 2 plus racine de 3. Donc, je nous ai le conjugué. 1 moins racine de 2 moins racine de 3. Voilà, toi les 1 moins racine de 2 moins racine de 3. Ça va être qui n'a pas de l'autre, mais il sait que j'ai un autre. Mais il faut que vous ayez fait attention. Donc, dis-moi, je suis un dénominateur. Donc, je suis le maqam n'taak, il coûte sans racine. دونك انا ترجع اونتي تضرب في الكونجوغي ما تنساهاش. دونك ديما باش دينوميناتور ترجع اونتي تضرب في الكونجوغي يا شاين. باهي، نرجع هنا. دونك من الفوق مش يولي عندي 1 فوا فوا ا سي ا، دونك 1 موا راسين دو 2 موا راسين دو 3. تتفكر الفازه اللي قلت لي عليها ا موان بي فوا ا بلس بي في اول الحصه، اللي دونك تولي ا اوكارين بي اوكارين، على هنا مش نخدموا بها. دونك لهنا كي تضرب في الكونجوغي باش تلقى عندك A بلس B فوا A موان B اللي هو برودوي روماركابل، يعطينا A كاري موان B كاري. دونك ما نمسيو، معناها من غير ما نقعد ننشر لهنا بالكعبة بالكعبة، نجم نخدم بالبرودوي روماركابل هذا. هو هنا يا واضح من بكري في الاكزرسيس الاخر ماهوش واضح. اش معناها ماهوش واضح؟ يعني ما عنديش A plus B فوا A موان B. شو لهنا؟ ها هي A plus B، هاكا باش نزيد بارونتيز لهنا. هاكا ال B راسين دو 2 بلس راسين دو 3، هاكا شو ولات لهنا؟ موان راسين دو 2 موان راسين دو 3، هاكا الزوز تقلبوا. دونك هنايا نجم نعتبرها A plus B فوا A موان B. من بكري لا. دونك ديريكتومون، دونك ال A هو 1 وال B هاكا زدتك البارونتيز هو راسين دو 2 بلس راسين دو 3. شو باش يولي عندي يا شيماء؟ 3.
تولي ان او كاري موال موال ان فاكتور نحطو راسين دو دو بلوس راسين دو تروا او كاري. Voilà, entre parenthèses, racine de 2 plus racine de 3 au carré. Donc, ملفوق ما يقلقنيش. Déjà, ما عندي حتى مشكل ملفوق. مشكلته انه الدينوميناتور يعني المقام نتاعو لازم يكون اونتي. Donc, 1 au carré c'est 1 moins. Il faut faire attention. هذا c'est un produit romain. Remarquable. يعني مش ما نحلوش racine de 2 au carré plus racine de 3 au carré كهو. Donc, كيفاش يتحل هذاك يا شيخ؟ نعملو أ تولي أ أو كاري تولي أ أو كاري هاي بلس دو راسين دو دو أو كاري بلس دو فوا راسين دو دو فوا راسين دو تروا بلس راسين دو تروا اللي هي تولي دو بلس راسين دو سيس بلس تروا. Voilà, صحيت. Donc, هذا c'est un produit remarquable, رد بالي. دونك ما نعملش كيما يعملوا برشا تلامذة انهم يحلوه. دونك شي يولي ا او كاري. دونك ما ننساش يا شيماء البارونتيز ديما نبهك كي تجي مش تعمل ديفلوبمون وعندك سينيو موان ما تنساش حكاية البارونتيز. دونك موان ا كاري دونك تولي 2 راسين دو 2 او كاري بلوس 2 فوا ا فوا بي يعني 2 فوا راسين دو 2 فوا راسين دو 3 تولي 2 راسين دو 2 فوا راسين دو 3 نجم نحسبها راسين دو 6 بلوس ب او كاري يعني راسين دو 3 او كاري اللي هي تولي 3 داكار فهمينا به. دونك باش نكمل. دونك هذا نعاود نكتبه باش نحي توا في المرحلة الثانية باش نحي البارونتيز ونبدل السينيا تولي 1 موان 1 موان 2 موان 2 راسين دو 6 موان 3 تولي موان 4 موان 2 راسين دو 6 تولي موان 4 صحيت مش يولي عندي ترا خنشوف 1 موان راسين دو 2 موان راسين دو 3 دونك هنا دونك سور دونك 1 موان 2 سي موان 1 موان 1 موان 3 صحيت يولي موان 4 موان 2 راسين دو 6 صحيت فوالا كا بي. دونك Égal. Est-ce que tu as répondu à la question? Oui, mais voilà. Donc, mais elle a une racine de 6, elle a une racine de 6. Quelle est la racine de 6? Je ne sais pas. Racine de 6. Nadrbu fil conjugué. Il m'a quand même dit que tu as une racine de 6. Il m'a quand même dit que tu as une racine de 6. موان 4 موان 2 راسين دو 6 شنو هو الكونجوغي نتاعو يا شيماء؟ هذيك قال 4 بلس 2 راسين دو 6 باهي الكونجوغي يقلب السيني نتاع الأ والبي ولا يقلب كان السيني لما بيناتهم؟ يقلب كان السيني لما بيناتهم يعني تولي 2 راسين دو 6 موان 4 صحيح دونك موان 4 نخليها نفسها جي دي سين بيناتهم كانت موان دو راسين دو 6 تولي بلوس دو راسين دو 6 داكار. بالطبيعة ما ننساش نضرب زادة من الفوق ونزيد البارونتيز. دونك ديما كي نضرب في الكونجوغي ما ننساش حكاية بارونتيز يا شاي فوالا داكار. دونك مادام ما تنحاش نقعد نضرب في الكونجوغي لين يتنحى كومبليتمون. بون الفوقانية من غير ما نضيع الوقت ونحسبها خاطر سي با مون اوبجيكتيف. ديجا لوبجيكتيف نتاعو مش كالكولي دونك من غير ما نقعد في دوفوار نضيع في الوقت وننشر لوبجيكتيف نتاعو اني نكتبها المقام فوالا راسين فوالا ما فماش راسين من لوطا. دونك هذه كالعاده ا موان بي فوا ا بلس بي برودوي ريماركابل. دونك باش نخدموها ا كاري موان بي كاري ا هي موان 4 او كاري تولي 16 موان 4 و 6 رد بالك 2 راسين دو 6 او كاري شتولي 2 راسين دو 6 او كاري 4 و 6 صحيت 4 و 6 دونك الكاري يمشي عليهم الزوزة 24 فوالا. دونك تجي لهنا شو اللي عندي 16 موان 4 صحيت فوا 6 تولي سي 24 سي بيان داكوغ. رد بالك ديما يا شيماء نفكرك عندك ا ايه. ف
fois b au carré, qui m'a jeté à 2 racine de 6 au carré, ou la a Toi, fois b à l'absence oui. n, toi les a à l'absence n fois b à l'absence n. D'accord? Voilà, c'est la propriété que nous avons fait ici. D'accord? Donc, je vais aller à madame Lotta et Shaima. C de x égale. Voilà. Donc, voilà, عندي فوقاني. Donc, كي ما قلت لك مانيش باش نضيع الوقت باش نحسبه خاطر ما قاليش كالكولي ولا سامبليفيه هو ولا ديفلوبي. دونك زيد باش نضيع الوقت في الدفوار ونحسبه. لوبجيكتيف نتاعي من لوطا باش يولي موان 8 اي فوالا. سي بون هكا هذا الدينوميناتور. C'est un entier. Donc, dis-moi, si le dénominateur est un entier, hein? Dis-moi, si tu as le conjugué, c'est bon? Ben? D'accord. Merci. Nous avons l'exercice, l'article, même bas. Voilà. Hello. Après les questions. Vérifier que tout que pour tout réel x différent de 1 et 2 moins 1, on a 2 à la x au carré moins 1 égale à 1 à la x moins 1 moins 1 moins 1 à la x plus 1. Voilà. Donc l'année, on va montrer cette expression. Quelle est la pour montrer une expression égale à une expression? Qu'est-ce qu'on va faire, Shaim? Pour nous montrer? Nous allons nous montrer ou باهي ده عندي جذر داكو. تحت الكسر ونحب نتخلص منه دكا نضرب الكونجوغي اما باش نبين اكسبريسيون ايغال اكسبريسيون ا ايغال بي اش قلنا يا اما نعمل ا الا بي ولازم نوصل قداش لازم نوصل نلقاها ا الا بي يا شيماء ا الا بي لازم نوصل نلقاها زيرو فوالا اذا كان ما قد زيرو راه عندي غلطه في الكالكول سينون هذه الطريقه الاولى ديفيرونس ديما تمشي الطريقه الثانيه قلت لك يا شيماء يا اما تخرج من العباره الاولى وتحاول توصل للعباره الثانيه دونك تخرج من الاولانيه تحاول توصل للعباره الثانيه والا تخرج من الاكسبريسيون 2 وتحاول توصل للاكسبريسيون 1 داكور ولا تخرج من الثانيه وتوصل للاول تنساهاش الميثود هذه لهنايا باش نخدم ديفيرونس توصل مي باش نحب نبدل لك شويه باش نخدم اني نخرج من الاكسبريسيون الثانيه ونحاول نوصل للول خاطر كي مش نخرج من اللولانيه ما عندي وين نوصل 2 سر اكس كاري موان زان ما عندي ما نعمل لها لا نجم نفككها ولا نجم ننشرها بينما الدوزيام اكسبريسيون اللي هي 1 سر اكس موان زان موان 1 سر اكس بلس 1 العباره الثانيه يا شيماء نلاحظ انه نجم نوحد فيها المقامات دونك ديما الاكسبريسيون نلقى فيها توحيد مقامات هي اللي نخرج منها يعني اني مش نخرج من 1 سر اكس موان زان moins 1 sur x plus 1 égale. On ne peut pas égal 2 sur x carré moins 1, bien sûr. Et il est possible de 2 sur x carré moins 1. Mais nous sommes en train de faire la deuxième. Nous sommes en train de faire la deuxième. Nous sommes en train de faire la deuxième. X moins 1 x plus 1. Nous avons beaucoup de temps pour l'écrire. Sahid. Voilà. Nous avons un peu de temps pour l'écrire. Je redonne fard d'expression, fard du nominateur, fard maqam. Donc, qu'est-ce que je vais faire x plus 1. X plus 1. Il faut faire. Moi, je vais faire parenthèse. Sahé, t'as que tu fais. Moi, x. X moins 1. Sahé, déjà. Donc, c'est bon. Redis ton fard maqam. B. Tu vas les x. Tu vas aller égal à 2
Donc, tu vois, ça a nahou le parenthèse, tu vois, les moins x plus 1, x bad de le signe. moins x, Nahou tabqa x moins 2. x, tabqa 2. Ben, mais le fouk, vahret 2. Mais là, tatawa, ya shayma. J'andi, l'aîné. ملوطة عن إكس أو كار تولي هدية في كونجوغي تولي إكس أو كار موان بي أو كار Donc, هذا مش conjugué, هذا produit remarquable. هذا, قولي monsieur, a moins b fois a plus b, le conjugué, قولي monsieur, x plus 1, c'est le conjugué de x moins 1. Donc, c'est un produit remarquable, il y a tina, a carré moins b carré. moins b au carré. Voilà. Donc, malgré ma noqad non surfa, madame, je dois aller directement a carré, يعني x carré, moins b carré. Moins 1. Moins 1 carré. Voilà. Valide. On a appliqué. C'est bon. Vous sonnez ou elle est? Non, vous sonnez. D'accord? Bien. نمشي تو هكاك العادة مادام عطاها لي هذه 2 سور اكس كاري موانز 1 ايكال 1 سور اكس موانز 1 موان 1 سور اكس بلس 1 اكيد باش نستغلها اكيد باش نستعملها في السؤال الثاني اي سورتو ديجا هو السؤال الثاني بدا باش يا شيماء كيستيون السؤال الثاني اي بي تي بي الكيستيون الثانية كو اكس ديفيرون دو 1 اي دو موانز 1 دونك الكيستيون الثانية بي تي بي باش بدات اون دويرا On déduire la valeur somme S égale 1 à la 3 plus 1 à la 15 plus 1 à la Voilà, donc, l'inimli, plus... elle est bêche bdé la question. On déduire, Ah, on je déduit. montre que. Voilà. Qui n'a pas question, on déduire, je m'en ai. صحيت معناها بالضرورة الإكسبريسيون هذه 2 sur x كاري موانز 1 إلا تساوي 1 sur x موانز 1 موان 1 sur x plus 1 أكيد مش نستعملها لازم نستعملها d'accord pour calculer somme S donc أعطاني somme اللي هي 1 sur 3 plus 1 sur 15 plus 1 sur 35 etc etc plus 1 sur 323 plus 1 sur 399 donc وقال لي احسبها بطبيعة مش باش نحسبها وحدي donc أكيد باش نستغل الإكسبريسيون هذه نقبلها باهي شو كيفاش هنا كل وحدة كل ترم من السوم نحاول نكتبه 1 سور x موانز 1 موان 1 سور x بلس 1 يعني هذا باش نحاول نكتبه 1 على حكاية إلا 1 على حكاية هذا كيف كيف باش نحاول نكتبه مع كيف كيف 1 سور كذا كذا موان 1 سور كذا كذا أما مسيو هي في ماشية قبلها عنا مسيو في قبلها عنا دو على عنا دو على إكس أو كاري موان زان يعني وفي الوحدة عنا واحد على تخوا واسكو يقلقنا دو مش يقلقنا طيب تشوف علاش شوف انت مشكلتك مع الدو ولا مشكلتك مع الدو هكا ولا شوف tout simplement 2 sur x carré moins 1 hekia نجم نكتبها 2 fois 1 sur x carré moins 1 هكا ولا نجم ولا اللي هي ايجال بيناها في السؤال الاول 1 sur x moins 1 moins 1 sur x plus 1 معناها انت في الاخر حاجتك بهذا 1 sur كما هذوما 1 sur خاطر دونك 1 sur x carré moins 1 شو يساوي كيفاش نتخلص منها هكا الدو هذي تو سامبلومون نضربها في المقلوب نتاعها تري بيان صحيت يا شيماء دونك نجي للاكسبريسيون هذه الكل ونضربها شنو هو الانفيرس نتاع الدو المقلوب نتاع الدو هو واحد على صحيت واحد على اثنين هاني تخلصت منها اثنين انت بقلقتك اثنين هكا هو نمشي الاكسبريسيون هذيك نضربها في واحد على اثنين طيب ولي واحد عندي واحد على حاجه كيما هو طالب السوق فهمنا؟ اي مانا اني توا شنو باش نعمل؟ باش ناخو 1 سور 3 و 1 سور 15 وك جماعة دوك الكل نحاول نكتبهم سو لا فورم 1 دومي فوا 1 سور اكس موانز 1 موانز 1 سور اكس بلس 1
بيان سور باش نجم نكتبهم بالفورمه هذه. شنو لازمني نطلع؟ لازم نطلع الاكس هكا ولا في كل مره لازم نطلع الاكس اكس. في في الاولانيه الاكس قداش؟ الكارلينية دو الاكس دو، صحيت تري بيان، صحيت. في الكار الثانيه الثانية الإكس باش نلقى 15، نلقى 15 اكس كاري في الإكس كات. صحيت، نحط اكس كات تعطيني كل مرة 16 الا دو، واحد. صحيت، هكا فهمت البرنسيب. كل مرة دو من بعد عندك 36 الا واحد، يعني في الثالثة هذه اكس يقال 6، كل مرة صحيت قاعد يزيد 2. تكا توا في الاخر تيرم، دانيي تيرم اللي هو 1 سور 399، قداش الاكس حسب رايك؟ الإكس لازم كلكل. لا شوف شو تعمل، شوف شو تعمل، شوف شوف شو معايا شو تعمل. انت 399 هذاك شكون يمثل؟ يمثل اكس كاري موان زان هكا ولا؟ باهي، يعني نحط، نجي نقول اكس كاري موان زان في ورقة البريون بتاعي الوسخ 399، نحب نعرف الاكس قداش باش نحطه لهنا. دونك 400 موان زان اكس كاري تطلع 399 مع واحد ناقص واحد نزوم غادي، شو تولي اكس كاري تساوي؟ 400. 400. عندك اكس كاري وحاجتك بالاكس، شو تعمل؟ اكس نعمل الراسين دو 400 ولا راسين دو 400؟ هي نورمالمون ايغال راسين دو 400 او موان راسين دو 400، معناها جوست حاجتي باش ناخذها الاكس بوزيتيف. دونك راسين دو 400 قداش هو؟ 200. 200 فوالا، مش 200 عاد، 20. اي 20 داكوغ، 20 او كاري يعطينا 400. فوالا، فهمت كيفاش تطلع الاكس كي تبدا عدد كبيرة؟ حط العدد الكبير هذاك يساوي الاكسبريسيون اكس كاري موان زان، عبارة نعمل في ايكواسيون ريزوليسيون تاع ايكواسيون تاع سنة أولى. فهمنا؟ باهي، معنا احنا توا كل ترم جميعا هذوكم باش نحاولوا نكتبوه، ها باش نحاولوا نكتبوه سو لا فورما، ها 1 سور اكس موان زان. فوالا، اي سور اكس، اكس او كاري موان زان، صحيت. هذا هو، هذا شنو احنا توا باش نحاولوا نعملوا. يا سي باهي، نبداو بال 1 سور 3. دونك نجيو لهنا. دونك ال 1 سور 3 قلنا ال x لهنايا ايغال 4. دونك مانا قال نكتب مانا ايغال 1 على 2 فوا جوست، نعاود نكتب لهنايا الاكسبرسيون باش تبدا واضحة قدامنا. دونك عندنا 2، عندنا 1 سور x كاري موان زان ايغال، هاكا تخلصنا من 2 بالان دومي هذي، فوا ما ننساش البارونتيز، 1 سور x موان زان موان 1 سور x بلس 1، جوست ما ننساش البارونتيز على الكل. دونك قلنا بور x يقال 2، 1 سور x كاري موان 1 يطلع لنا 1 سور 4 موان 1 1 سور 3. دونك 1 سور 3 يقال 1 دومي فوا 1 دومي فوا 1 على 2 او كاري. علاش 2 او كاري؟ سي بون ريتها هي. هاي رجعناها هذيك سي بون الاخرى 4 موان تو تعدت لهنا. الاكس باش نبدل فيها اني يعني بال 4 ولا بال 2؟ بال 2. دونك 1 سور 2 موان زان تطلع 1، خاطر تطلع 1 سور 1 موان زان على 3. صحيت. التيرم الثاني شنو هو التيرم الثاني؟ 1 سور 15، قداش الاكس نتاعو 1 سور 15؟ 1 سور 15 الاكس نتاعو 4. صحيت. دونك هاي تولي 1 دومي، نطبق الاكسبرسيون اللي طلعتها 1 دومي فوا 1 سور 4 موان زان 1 دومي 1 تولي 4 موان زان ايغال 3 موان 1 3 بلس 1 ايغال 4. تري بيان، فهمت البرانسيب؟ دونك كل كسر، كل كسر مش نكتبو سو فورم دو سوستراكسيون، كل كسر مش نكتبو تاع قال 5 مش 4. 5 صحيح، قال 5. باه توا بالنسبه ل 1 سور 35، 1 سور 35 تولي 1 سور 5، ما ننساش ال 1 دومي. دونك 1 سور 5
moins 1 1 à la 7. صحيت. Donc, etc., etc. اللي نوصلنا للان سور 323. هكا ولا؟ فوالا. باهي. اي 1 سور 323 كيفاش باش نطلع الاكس نتاعها؟ كيفاش وريتك؟ خاطر انت باش تنجم تكتبها. 323 نجمعها بلس 1 تولي 324. وبديك نعمل الرسين دو 324. صحيت. قداش يطلع الرسين تاع 324؟ 324 324. شوف يا شيخ، اش عندك فيه هذا؟ الترم الاخراني اللي هو 1 سور 399، 1 على 399. تولي 18. صحيت. مش قلنا ديما بيناتهم دو؟ اي دونك نجم نستغل الاخراني. دونك مادام بيناتهم دو والترم الاخراني اني طلعته اي الترم الاخراني طلعته 20، معناها لا قبل وش مش تكون، لا قبل ومش ما يكون تركبله باش يكون يعني باش نطرحه منه دو. باش يكون 18. صحيت. دونك الاكس نتاع 323 هي 18. ها عوض لي في الاكسبريسيون 1 سور اكس موان زان يولي 1 سور أنتيغ 17 17. صحيت موان زان على 19. صحيت صحيت. نفس الشيء لو ديرنيي تيرم هذا 1 سور 1 على 399 تسمى لو ديرنيي تيرم. ها وان على 19 موا زا على 21. صحيح. تري بيان. باهي. توا احنا اش عملنا يا شيخ؟ خذينا كل تيرم في السو، حاولنا نطبقوا عليه الاكسبريسيون اللي قال لي استغلها. جوست باش نستغل الاكسبريسيون لازم نعرف الاكس باش نعوضه. دونك اون ا روماركي انه في كل مره السيد قاعد يزيد اثنين. داكوغ. انت من الاول فجعتك الدو سور، قلت لي مسيو احنا عندنا 1 سور 3 1 سور 15 مش دو سور. تو سامبلومون دو سور هذيك نتخلص منها بالان دومي، يعني نمشي ليكسبريسيون اللي طلعتها في الاكزرسيس الاول في الكاستيون الاولى نموديفاها. داكوغ. ونردها ان دومي فوا 1 سور اكس موان زان موان زان سور اكس بلس 1. هكاك نتخلص من الدو وتولي ليكسبريسيون كونفورم مع لي تيرم نتاع ليكسبريسيون نتاع العباره نتاع. باهي. اش عندنا احنا؟ عندنا سو. نجي لهنا مش نعمل السو، يعني هذا الكل لعلي صار 1 على 3 مع 1 على 15 مع 1 على 35 حتى نوصل 1 على 399، هذه هي السوم نتاعي. هكا ولا ليه؟ يعني فاش قاعد نعمل اني تو؟ قاعد نجمع. جو في فير لا سوم. هكا باش نجمعهم. فاهمين؟ أما لازمنا نحيو لازمنا نخرجوها الآن على دو ونبقاو نجمعو هذوكم عاديين. صحيت. الان سور دو هذيك مش تخرج اون فاكتور. صحيت. والاخرين مش نجمعوهم عادي. كا باهي. شوف معايا لهنا ديما في عندك ان موانز ان على 3 و ان على 3 باش يتنحى تري ولا بيان 2 على 2 يتنحى تري حتى بيان. يبقى الاولاني والاخراني. صحيت يا شيماء. صحيت. ان سور 7 هكا باش يتنحى، ان سور 7 باش يتنحى، ان سور 19 باش يتنحى. داكو. صحيت يا شيماء. ديما في السوم، ديما في الكاستيونات نتاع السوم هذه ديما مش نلقى على رواحنا نعملوا في دي سامبليفيكاسيون. ديما جينيرالمون اغلب الزيكزارسيس تلقى روحك تعمل في دي سامبليفيكاسيون. دونك تولي لي ان دومي فوا ان موان موان زيرو على 21. فوالا هذا هو اللي مش يقعد لي. دونك هذه هي السوم نتاعي. بالطبيعة نجم نكمل نحسبها في وسط القوس نوحد المقامات. دونك خلي الان دومي على برا، نضرب الان ردو 21 سور 21، يعني يولي عندي 21 موان زان لو تو سور 21، يعني ردو من دينوميناتور زوز لو دوز اكسبريسيون على 21. دونك قداش تطلع هذه؟
كالعادة. 20 ولا ما لازمنيش ننسى الان دومي، دونك صحيت 20 على 21. ما جابش تصير سامبليفيكاسيون. 20 على 42 لا نجم صحيح 20 على 42، ولا شو ال 20 و2 مش نجم نسامبليفي. نجم نعملها 40 إيجال 21. فهمني باش قاعد نعمل ولا؟ اي رد بالي ما نجمش نضربهم في بعضهم يعني. تريدين اي يبدا تيرم من الفوق وتيرم من اللوطه نختزلوها نختزلوها. صحيح اختزلنا باثنين، عباره قسمت العشرين على اثنين ونحيت اثنين، دونك اختزلتها العشرين رديتها عشرة ونحيت اثنين من هنا تولي ديس على 7 على 21 21 هيك يعني. داكوغ. اي فهمتك فاش عملنا السامة؟ اي هلا هذا هو. دونك نستغل الاكسبريسيون الاخرى. القوة شنية؟ الفكرة شنية؟ الفكرة اني نعرف نعرف الاكس متاعي باش مش نعوضها. دونك اذا كان عرفت نختار الاكس وفهمت في كل مرة شنية العلاقة بين التيرم الاول والتيرم اللي بعده، هنا كل مرة قاعد يزيد اثنين، داكوغ سي بون تتحل المشكل. تفاهمينا؟ داكوغ باهي. نمشيو نورمالمون الاكزرسيس الاخراني اللي بعثتهولي نتاع الكالكول دون ار. سي بون نمشيو الاكزرسيس اللي من بعد. اقرا الكيستيون نفس ستيل بريسك. simplifier une question de x égale à 1 à la 2n plus 1 moins 1 à la 2n plus 3 où n est un entier naturel. كيفاش عملت انت لهنا يا شيماء؟ انا ضربت ملول وحدت المقامات. صحيت وحد المقامات فوالا هذا هو. داكوغ دونك لهنا بعديك طرح تري بيان. قداش قيتها اكس؟ لقيتها موان دو على كاتر 4n au carré plus 8n plus 3. باهي شوف انيش مش نعمل عليك زياده، اني لوطانيين مانيش مش ننشرهم ديفلوبا، يعني مش نخلوهم كيك. هو علاش حسب رايك علاش؟ باهي خلينا نبداو بشوي بشوي. انا مش نردهم ميم دينوميناتور 2n بلس 1 فوا 2n بلس 3 من لوطه. دونك الان الاولانيه مش نضربها في الدوزين بلس 3 كالعاده، عندي موان نحل بارونتيز ما ننساهاش فوا دوزين بلس 1. داكوغ الترم الثاني مش نضربه في الدوزين بلس 1، عندي 1 دونك تقعد هكا. جوست ديما نبه نبهك ما تنساش بارونتيز نتاعك في الموان. دونك لوطانيين ريتهم اللي في الدينوميناتور لوطانيين مانيش مش ننشرهم، حسب رايك علاش؟ هو حتى كي تنشرهم مش غلط راه، اماني مش خلاهم كيك. والفوقانية مش نحي البارونتيز وكالعادة نغير السيني تكون دوزين تولي دوزين بلس ان تولي دوزين موان زان. داكوغ. اما الاكسبرسيون من لوطا مانيش مش نمسها، حتى نقول لك علاش. دونك الا من لوطا مش نخليه هكاكا دوزين بلس ان فاكتور دوزين بلس تروا، هذه دوزين موان دوزين يطيرو، تروا موان زان تخرج دو في نوميراتور في البسط نتاعك. اي تقول لي علاش من لوطا ما نشرتش؟ تو سامبلومون خاطر كي نغزر الكيستيون الثانيه بطبيعه ديما كالكولي لا سوم نلقى الاكسبرسيون تاع السوم في الدينوميناتور ضرب 1 فوا 3 3 فوا 5. دونك لو ميو صحيت لو ميو نخليو دو تيرم ظاهرين، لو دو تيرم من لوطا في البسط في المقام نتاعي نخلاهم ظاهرين. دونك من بكري كنا نلوجو على الاكس، لهنا لازم نطلع كل تيرم لازم نلوج له على الان نتاعو باش نجم نطلع الان نتاعو، لازم يكون نفس الشكل. داكوغ
معناها واحد على واحد في أي. ثلاثة هيك نفس الشكل نتاع السيد هذا. كالعادة مقلقتنا دو، دونك شنو نعملوا لها الدو هذيك باش في ده الفصام ذيك نتخلصوا منها؟ نخرجها لبرا. باه خرجوها لبرا، كاغ يولي عندنا مانا دو فوا ان سور دو زان بلس وإلا ان. نضربها في المنزل. صحيت هكاش مش يصير، من بعد ديما باش نتخلص منها باش نضرب في الانفيرس، داكوغ، اللي هي ايجال ان سور دو زان بلس ان موانز ان سور دو زان بلس تروا. دونك دو هيكيا ما تقولش مسيو راني عندي سوم ان سور، تو سامبلومون ارجع للاكسبريسيون بتاعك، ارجع للعباره اللي طلعتها في الكيستيون الاولى واقسم على اثنين، يعني اضرب في الان دومي، حط قوس كبير بالطبيعه على ان سور دو زين بلس ان موانز ان سور دو زين بلس تروا ونضربه في الان دومي. داكوغ، دونك هكاش مش يصير، تو سامبلومون فاش قاعدين نعملوا احنا؟ قاعدين نحاولوا نظهروا ها الشكل اللي يناسب السومه نتاعنا، لي تيرم ها العناصر نتاع الاس يشبهوا للشكل هذا. دونك الشكل هذا اللي هو ان سور 2n بلس 1 فوا 2n بلس 3 ماذا بيا نجبدو وحده. دونك باش نتخلص من الدو هذيك، دونك نقسم على اثنين ولا نضرب في الانفيرس، يعني نجي نحط ان دومي دكا، وما ننساش بارونتيز كبير على ان سور 2n بلس 1 موانز ان سور 2n بلس 3. فوالا. دونك توا فاش قاعد نحضر، قاعد قبل ما ندخل في السوم قاعد نحضر في التيرم نتاع كل كومبوزون من السوم هذي. دونك كالعادة باش نجم نخدم الان سور تروا لازم نعرف الان قداش، باش نعوض الان باش نتحصل على ان سور ان فوا تروا. تروا تولي دوزين. دوزين بلس ان، هنايا دوزين بلس ان مثلا شخذيت في بلاصتها إيجالا تروا لا إيجالا ان، ودوزين بلس تروا هي اللي قالها تروا هكا ولا اي؟ خاطر دوزين بلس ان يا شيماء اصغر من دوزين بلس الان تروا. الان تولي واحد على اثنين في الاولانيه، لكن اخو ان واحد على اثنين تولي واحد مع واحد تولي اثنين. دونك قداش لازم نختار الان باش القوس هذا يعطيني واحد؟ الان شو شو اصل محلت مثلا في الدفواره وخاطر علاش لازمني نطلع الان باش من بعد لهنا نعوض الان باش نعوضها لهنا. دونك شوف اذا كانوا حلت في الدفواره انا عوضتها بواحد على اثنين نلقاها ديجا هذيك ايجالا ان، تتفسخ دو تولي ان والاخرى ايجالا تروا. لا رد بالك خلاص انا باش نعوض ذلك بواحد على اثنين، شوف مش تولي يا شاين. شوف لو كان نعوض الان بواحد على اثنين كما قلت انت داكوغ، شوف مش يولي عندي، رد بالك تتفسخ الدو اما شي يقعد لي تقعد ان بلوس ان صحيح، تتفسخ الدو اما راهي مش تقعد لي ان بلوس ان، مش تتفسخ الدو، مش تتفسخ الدو تقعد زيرو، شو قعد لي ان صحيت مش تولي ان سور دو، تولي ان ايجال زيرو صحيت داكوغ. ان ايجال زيرو هنايا باش نلقى التيرم الاولاني داكوغ، جو دوا شوازير ان ايجال زيرو صحيت داكوغ. دونك اذا كان وحلت شنو نعمل؟ نقول اني دوزين بلس ان لازم نردها تساوي واحد، نحط دوزين بلس ان ايجال ان ها ونطلع الان نتاع تولي كيما الاكواسيون كيما من بكري. من بكري باش طلعنا الاكس نتاع 399 هذاك اش عملنا؟ مش حاطين اكس كاري وقتها موانزا ايجال 399 طلعنا الاكس نفس الشيء. دونك هنايا ان مانا ايجال زيرو، جو دوا شوازير ان ايجال زيرو باش نلقى التيرم ان سور ان فوا تروا. هكا كنعاود زاد الان بالزيرو لهنا تعطيني تروا وهنا تعطيني الان. دونك كيف كيف احنا خرجنا الان باش نجمو نكتبوها ان دومي فوا، شي يولي ان دومي فوا شنو؟ ان دومي فوا ان على تخوا. تراك تعوض الان بالزيرو شي يولي عندك ان سور زيرو بلس ان، راه يولي عندك ان سور ان معناها ان الاولاني هكا ولا لا؟ اي موان
قاعدة تفهم فيها ولا؟ اي دونك نعوض الان بالزيرو لهنا يولي عندي 1 سور 3 تتنحى بدوزين تولي 2 فوا 0 تتنحى دونك يقعد لي 1 سور 3 وهنا كي نعوض توا بالزيرو يقعد لي 1 سور 1 يعني 1 داكا دونك هنا مش يقعد لي 1 تولي 2 على 3 فوالا تولي 1 سور هذه 3 اي صافا اي دونك مشيت للتيرم الاول خذيته وحده كل تيرم باش ناخذ وحده باش نحاول نطبق عليه الاكسبرسيون تاع اكس بعد ما موديفيتها يعني بعد ما نحيتك الدو هذيك داكا جوست لازم نعرف الان متاعي شنو ما تخرج داكا داكار باه دونك نفس الشيء ناخذ التيرم اللي من بعد يا شيماء اللي هو 1 سور 3 فوا 5 ايجال الان قديش الان لهنا؟ صحيت ان ايجال هكا كنعوض الان بالواحد 2 في كل 1 مرة نزيد واحد صحيت هنا كل مرة قديش الان نطلب فوالا هنا كل مرة الان قاعدة تزيد واحد صحيت ها مال عليا مانا 1 سور 3 فوا 5 شو تولي كالعادة 1 دومي 1 على 2 فوا 1 على 2 2 فوا 1 بلس 1 تولي 1 على 3 موز 1 على 5 صحيت فوالا صحيح وتولي نوحد المقامات نضربو غاديك خمسة تولي على خمسة على خمسطاش خليك هيك موان تروا على خمسطاش تحسب شيء خليك هيك علاش باش من بعد نلقاو منشط صحيت مش من بعد نلقاو منشط هذاك مش تحسبهولي داكو ما نجم نلقاوش منشط دونك ناخذو لو دو تيرم الاخرانيين اكسيتيرا اكسيتيرا حتى لين وصلنا واحد على 2005 في 2007 اي هي ان دومي فوا كالعادة باش تطلع الان قداش تحط باش تعمل لهنا باش تطلع الان قداش في 2005 نعمل كيف الاكواسيون تولي تولي ايه دوزين بلس ان ايجال 2005 تري بيان دوزين بلس ان ايجال 2005 تولي دوزين لازم ايجال 2004 معناها ان ايجال اكوا اللي ان ايجال 1002 صحيت 1002 صحيت يا شيماء هكا طلعت لي الان دونك اذا كان الان 1002 انا دوزين بلس 1 انا ما غير شو انا ما غير ما نستحق لل ما غير ما نستحق حتى للان تو سامبلومون خاطر هنا شفتها دوزين بلس 1 نفسها دوزين بلس 1 لهنا معناها هنا عندي 2005 دونك نحط 2005 لهنا موا هنا عندي دوزين بلس 3 كنفسها دوزين بلس 3 لهنا دونك نحط 1 هنا 2007 سوالي 2007 يعني جوست الضرب 2005 فوا 2007 باش نردوها موا فهمت شنو هو دونك هنا من غير ما نقعد نضيع في الوقت داكوغ باه دونك الاخرانية تبقى 2 فوا بين قوسين 2007 موان 1009 على 2009 صحيت دونك جوست صحيت ديريكتومون يعني مش كيما الاكزرسيس اللي قبل لا لازمك تحسب في الاكزرسيس اللي قبل لازم نطلع الاكس قداش دونك صحيت هذايا 1 سور 2007 موان 1 سور 2009 توا كالعادة مش نجمعو اللي على اليمين وحدهم ولا على اليسار وحدهم الا على اليسار مش مش يعطوني نخرج من ا على دو صحيت صحيت ونحسبوا هذوكم الكل كالعاده فما سامبليفيكاسيون موان زان سور تروا هذوكم يتنحوا ولو كلهم يتنحوا تبقى كان ا موان زان على 2009 صحيت موان زان سور 2007 و 1 سور 2007 يتنحى تقعد لي صحيت 2008 على 2009 فوا 1 على 2 ما تنساش لو موان عاد اي احنا لهنا دونك
ان موا فوالا توا كالعادة باش نمشيو نوحدو الأقواس به دونك تولي الفي ال تولي مسيو أعلى 2008 على 2009 نفسخ دو دو تبقى أن تولي أن تولي أن فوا تبقى 1004 على 2009. صحيت صحيت كيكا دونك تخرج لي 1004 على 2009 دونك فينالمون ريزولتا فينال نتاع السوم سي 1004 سور 2009 فوالا السوم نتاعي يعطيك الصح دونك ديما شفت السومات ديما نستغل لي كيستيون السابقين واضحين هذوما بكم اي نمشيو توا للهندسة نمشيو نعملو شوية هندسة دونك اخترت الاكزرسيس اللي بعثتو لي انت زادا قلت لي مسيو هذا اخترت الاكزرسيس 3 داكا باش نخدموه مع بعضنا في الكالكول فاكتوريال فاهمين دونك قال لي سوا ا بي سي دي ان باراليلوغرام دونك اقرا لي الكيستيون الاولى مسيو مانيش قادرة نسمع فيك جوست اقرا لي لينونسي يا شيماء Soit ABCD un parallélogramme, construire le point M, N, P et Q tel que AM égale à 3 à la 2 AB, BN égale à 3 à la 2 BC, CP égale à 3 à la 2 CD et D et Q, Q et D et K égale à DQ égale à 3 à la 2 DA. Voilà. Mais, et là, شنو باش نعملوا احنا باش نحاولوا بطبيعه الحال اول حاجه باش نحاولوا نصوروا ال البارالوغرام بتاعنا سي بون مش متصور سي بون تصوير مريقله اي ب احنا بركه ب بون اني بعث لك ديجا الكوريكسيون شفتو فوالا بعثت لك الكوريكسيون باش تنجم انا نشوفها دونك ما عندكش مشكله انا ديجا الكيستيون الاولانيه طلعتها سي بو اما الكيستيون الاخرانيه هي الكيستيون الاولى والثانيه سافا الكيستيون الاخرى الثانيه سي بون سي بون الكيستيون الثاني تاع بي ام و دي بي سي بون اي بي ام و دي بي 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 معناها من غير ما نصور واحنا توا ديريكتومون نمشيو ديريكت للكيستيون اللي انت لقيت فيها مشكل اللي هي الكيستيون تروازيام هكا ولا اي مونتر كو ام ان بي كو كي كو ايتام باراليلوغرام شوف معايا احنا باش نبينو باراليلوغرام شنو هو نبينو كيفاش نستغل لي فاكتور لازم معنا لازم عندنا دو فيكتور نفس الحاجة أنا لازم عندنا دو فيكتور إيغو هكا ولا اي والا مسيو لازم لو سوم دو دو فيكتور مثلا سوم دو دو فيكتور لازم يكون لنفس النقطة من الاخر يكون لو بوان الاخر نتاع الباراليلوغرام صحيح صحيح يا شيخ سي بيان سي بيان دونك سي بيان دونك باش نبين البارالوغرام عندنا دو ميتو بون هم فما تروا ميتو جينيرالمون داكا دونك قاعدة تشوف في التابلو ولا ساعة اي دونك ميتود دونك باش نبين البارالوغرام نبين دو فيكتور ايغو دونك باش نبين لهنايا امان بي كيو parallélogramme bon parallélogramme normal le hack qui est un rang de dessin n'est-ce pas donc il suffit de montrer
1, le deux vecteurs égaux. Donc, nous avons deux vecteurs égaux. mn, je connais le vecteur fini. نأخذ MN و K QP. صحيت صحيت يا شيماء وناخذ QP مش PQ. دونك MN و QP حتى في التصويره دونك لو دو فيكتور لازم يكونوا مقابلين بعضهم معناها لو دو كوتي مقابلين بعضهم يعني لو دو فيكتور باش تختار يكونوا مش ما نجمش مش نجم زاد ناخذ KM و PN. نجم ناخذ كيو ام و بي ان نجمو اي داكور نجمو ناخذ كيو ام بي ان داكور الزوج صحاح فاهمينا داكور باه والا كما قلت انت مثلا نجم نبين انه مثلا ا بي مع ا دي ربي مش ا بي يعني. ناخذ مثلا ام كيو مع ام ان نجم زاد نبين ام كيو يقال ام بي صحيت مع ام ان صحيت بينا ايجال ام بي الكل هم يوصل كا حتى ام كيو مع ام ان نجم اتوصل ب ب شوفوا معايا مش نحنا مش نخدمو بالميثود الاولى مش نحاول نبين انه الفيكتور ام ان ايجال الفيكتور كيو بي داكور دونك الميثود شو تقول باش نحاول نكتب الفيكتور ام ان باش نحاول نكتبو اون فونكسيون دو دو فيكتور نعرفهم دونك لهنا باش نحاول نكتب ام ان حاجه فوا بي ا خاطر شكون نعرفهم اني نعرف الا بي والبي سي والسي دي والا دي داكوغ دونك بي ا مع حاجه بتا فوا بي سي داكوغ دونك باش نحاول نكتب الفيكتور ام ان اون فونكسيون دو BA و BC علاش BA و BC بالذات خاطرهم هذوكم الزوز نعرفهم المهم يكونوا دو فيكتور نعرفهم نجم يكون اون فونكسيون دو AD و AB داكوغ المهم باش نستغل دو فيكتور كونو نفس الشيء باش نخدمو بالنسبة للكو بي باش نبين دو فيكتور ايغو لو MN ايغال كو بي لازم زادا الكو بي نكتبوه زادا en fonction de deux vecteurs اللي اخترتهم للMN اللي هما البي A قلنا والبي سي مع نفس الكوفيسيون مثلا انا لازم الMN نخرجو عن طريق دو فيكتور نعرفهم اللي هما الا بي ولا البي A والبي سي وكيف كيف الام كيو يخرج بنفس الكوفيسيون الفا وبيتا مع نفس لي فيكتور هاكم يعني كيف كيف الكيو بي باش نحاول نكتبو لازم يعني يتشاركوا في لي دو فيكتور صحيت لازم يكون عندهم نفس الكوفيسيون ونفس لي فيكتور اي اذا كان وصلت كتبت لي دو فيكتور هذوما داكور بنفس الالفا والبيتا ها مع البي ا والبي سي معناها قد قد فهمت او كيفاش مبينهم دو فيكتور مقابلين بعضهم قد قد داكور اخترت لهم عبارة اني اخترت لهم قاعدة اخترت لهم باز اللي هي بي ا بي سي دونك قلت اي ناخذ الام ان نكتبوا في القاعدة بي ا بي سي شو يساوي بعد ناخذ كيو بي ونكتبوا في القاعدة بي ا بي سي شو يساوي داكور نورمالمون بويسك اني حاجتي بهم قد قد يعني نورمالمون لازم يطلعوا بنفس الكوفيسيون مع القاعدة هذيك بي أ بي سي اللي هي اعتبرتها الباز متاعي بالطبيعة ما اخترتهاش بصفة اعتباطية اخترتها لأني ذيك اللي نعرفها نذوكم لي فيكتور اللي ديجا نخدم بهم موجودين من لو وعندي عليهم دي رولاسيون فهمتني ولا؟ اي نبداو الساعة فوالا نبداو بالام ان نبداو بالام ان ميثود سي بون واضح كيفاش مسيو باش نخدم الام ان بالطبيعه لازم نخرج لازم نخرج من دوني عطاهولي هو وفيه الام ولا فيه الان وفيه الام والبي ام بون نجم نخرج من بي ام وننتركا للان والا نخرج والا تو سامبلومون نجم زاد نخرج من بي ان ولا ام ولا بي ان دونك نخرج من واحده من هذوما الزوز داكور داكور
فوالا دونك النجم زاد نخرج من واحدة من هذوكم الزوز، وإلا كما قلت أنت نخرج من بي إم ها وننتركالي الآن الزوز صحاح ترى ليه الكولوني واصل. أنت شقاش لقيتها بي إم ترى عبارة نمشي بالميثود نتاعك مثال شا بي إم نلقى بي إم إيكال دومي أ بي تري بيان. دونك ديما باش نخرج من رولاسيون كونو، ديما نخرج من رولاسيون فوالا باش نخرج من رولاسيون فيها الام والان، سواء نخرج من هذه ولا من ام ولا من بي ام الكل يوصل. صحيح تو باش نستخدموا رولاسيون دو شاز، يعني ما حشتيش بي ام حشتي بان ام، دونك اش باش نعمل لهنا يا شيماء؟ بي ام بلوس تولي بي ام بلوس ان بي تعاود لا مش كيكا كي ريلاسيون دو شارج تولي ام بي بلوس بي ان صحيح، عبارة مش ندخل في وسطهم لهنا الان مش ننتركالي الان، دونك مش تولي بي ان ها بلوس ام بي فوالا بلوس. لو فيت بيه شكون لو فيت بيه وفيت بالان ولا لو فيت بيه نبدا بيه، دونك وفيت بالان دونك بلوس ان شقعد لي باش نسكر توا بديت بالبي باش مش نسكر باش نسكرو بالام فوالا ان ان كا دونك كي تنتركالي الان تحافظ على نفس الترتيب، يعني بي ان ان ام بي ان ان ام، يعني الان جي في الوسط دونك تولي بي ان بلوس ان ام كا. دونك هنايا باش نستحقوا لو رولاسيون دو شارلز باش نظهروا الفاكتور ان ام، ولا خاطر كي نطلع ان ام عبارة طلعت ام ان بيناتهم شنو معايا شيماء؟ أيوة أما مسير الكتيبة متاع التابلو توصلي بعد ما أنت تكمل تفسر هيك عليه. فهمت به سافا، هي توا بي ان عندك بي ان بلس ان ام ايجال ان دومي ا بي، هنايا استعملنا ريلاسيون دو شارلز اوكا، استعملنا ريلاسيون دو شارلز به. طيب نحاول نشوف شوفوا سوليسيون لوجيسيال خاطر هذا اخف. سافا تشوف توا في التابلو جست باش توصل لك، جست باش توصل لك الكتيبه اسرع. دونك قلنا معنا خرجنا من بي ام قال ان دومي ا بي، هنا ارتا كاري ان بويسك حشتنا بالام ان، يولي عندنا بي ان بلس ان ام ايغال ان دومي ا بي، حشتنا بالفكتور ام ان ولا ان ام، دونك ان ام ايغال نهزو الفكتور هذا الغادي دونك تولي ان دومي ا بي ان دومي ا بي بلس ان ان بي مسيو تولي فوالا بلس ان بي صحيح ولا موان بي ان صحيح كيف كيف باه بلس ان بي دكا باه.
دونك هنا الفكتور هذا ان بي ما يساعدنيش. علاش؟ خاطر احنا حاشتنا خاطر ام بي ما عندناش. فوالا ان بي ما عندناش. احنا قلنا لازم الام ان نكتبوه اون فونكسيون من فيكتورات نعرفهم. فهمنا؟ اي داكا. دونك هنا ان بي نمشي نشوفه في اول اكزرسيس في لينونسي تلقاه عطيني بي ان. كي تمشي لاول اكزرسيس تلقاه البي ان هذاك عطيهولي اون فونكسيون دو بي سي. شفتوه؟ اي هكا ايغال ا كوا؟ مش ايغال ا ترو ايغال تولي موان 3 على 2 بي سي. صحيت. مانا يولي عنا لهنا ان ام ايغال ان دومي ا بي. دونك والان بي يولي موان 3 دومي بي سي. صحيت. تولي موان 3 دومي بي سي. فوالا يعني تقعد اللي هو يولي اش يولي. دونك نمس نخليوها هكا خير. دونك الان ام نجم نردو ام ان نجم نخليها ان ام ما يقلقش. ان ام ولا ام ان سي كيف كيف. داكوغ فاهمينا؟ اي دونك نجم نردهم الزوز بالبي يبداو بالبي يعني نردها موان زان دومي بي ا موان 3 دومي بي سي ولا نخليها هكا ما يقلقش. المهم هاني كتبت الفكتور ان ام اللي حاجتي بيه اون فونكسيون من دو فكتورات نعرفهم اللي هما البي ا والبي سي. داكوغ. دونك جوست خلاهم الزوز بالبي يبداو بالبي باش يبداو فرد اوريجينا. سافا. دونك هذا الفكتور ام ان هاني كتبته دو فكتور نعرف نورمالمون بويسك اني حاجتي بالفكتور دونك توا بويسك قلبت هذا ان ام دونك الاخر مش نلوج عليه بي كيو. داكوغ ما عادش كيو بي. داكوغ. دونك لازم الفكتور بي كيو يكون نفس لو كوفيسيون. داكوغ. دونك كالعادة منين باش نخرج؟ باش نخرج من فكتور فيه البي ولا فيه الكيو. دونك منين باش نخرجوا باغ اكزومبل؟ من بي. فوالا دي بي كيستيون اللي قبلها ايغال ا كوا؟ ايغال دي بي. قداش قيتها دي بي في الكيستيون اللي قبلها؟ ايغال ا كوا؟ دي بي ايغال ان دومي سي دي. فوالا ان دومي سي دي. بي سي بوزون باش نخرجوا من هذه مش نحاولوا نظهروا ها اد البي كيو. داكا. دونك شنو لازمنا ننتركالي نزيدو البي. فوالا نزيدو البي. شنو لازمنا ننتركالي لهنا البي الكيو؟ هكا ولا باش تظهر كيو بي. اي مانا حاشي بكيو بي يعني ولا بي كيو. دونك لازم ننتركالي الكيو. هاي شي والي دي بي كي نتركالي ولي الكو كو ها دي كو دي كو ريلاسيون دو شارز ها بلوس كو بي بلوس كو بي. فوالا ايغال ان دومي سي دي سي دي. وديك الخرج الكوبي تولي موان زان دومي سي دي موان دي بي دي كو. ترا كي تخرج كوبي تخلاها في بلاصتها الكوبي خاطرها بوزيتيف وهذا نهزو لهنا ان دومي سي دي موان دي كو. فوالا ان دومي سي دي موان دي كو. ودوكو عنا 3 على 2 دي ا باه. ودوكو نبدلوها بفاكتور نعرفو اللي هو دي ا. دونك تولي موان 3 دومي دي ا.
كالعادة ما ننساش لازم يا شيماء الكيو بي ولا البي كيو نكتبو بالبي آ والبي سي كيما بالبي آ و ال كيما الام ان، نفس لي فاكتور نفس الباس. ما نسيو عن سي دي، عن A B C D est un parallélogramme. Donc B A égale C D. نجم نعوضو C D بال B A. صحيت يا شيماء تري بيان، مش نستغلوا البروبريتي نتاع ا بي سي دي باراليلوغرام. صحيت يا شيماء هكاك باش نخدمو. دونك معناها نجم نعوض السي دي بال بي ا بي A والدي ا آه باش نجم نعوضها. والدي A نجم نعوضها بال C B. صحيت، والدي ا آه الفاكتور كلويي كولينيير ميم سونس هو سي بي. صحيت، دونك نرجع لهنا. معناها الفاكتور كو بي لاني نلوج عليه نحب نكتبه اون فونكسيون دو بي ا بي سي يولي ان دومي بي ا في بلاس سي دونك دي موان تروا موان دومي تروا في بلاس دومي دي اش باش نحط سي بي. سي بي اي بويس كاني حاجتي بي سي اش نعمل؟ بي سي تولي بلوس تروا دومي بي سي. صحيت، تولي نبدل العلامة ونقلب الحروف بلاس سي بي، معناها نفسخ سي بي وردها بي سي. نحطو بي سي باهي، احنا بشكون حاجتنا بالكو بي ولا بالبي كو؟ بال بي كيو. بي كو خاطر الان ام يجي كولينيير مع البي كو. دونك معنا اذا كان عندنا الكو بي معناتها وحاجتنا بالبي كو نقلبو شي توال. نقلبو كل شيء موانز ان لا دو بي ا موان تروا لا دو بي سي صحيت. وبديك تولي عنا بي بي عنا ان ام ايجال بي كيو فوالا صحيت. ايجال موانز ان لا دو بي ا موان تروا لا دو بي سي. دونك ام ان بي كيو اتان بارالوغرام. صحيت، داكوغ سي بيان. دونك سي بون، وصلنا انه ال ان ام يساوي بي كيو، دونك معناها عندنا باراليلوغرام. دونك فينالمون دو فيكتور ان ام ايغال فيكتور بي كيو، سيتادير ان ام كيو بي اي تان باراليلوغرام. واضحة؟ اي على هذا كيفاش؟ هذا كومون اون ا ديمونتري لو باراليلوغرام نتاعنا. بون شوفوا لي زيكزارسيس اللي اي خدمت لي زيكزارسيس 4 6 11 12. دونك نحاول لو ماكس نصلح لو ماكس لو زيكزارسيس. بون سافا، ماكش خايبه يا شيماء، جوست شويه تركيز وكهو. دكاغ به. دونك انت خرجت من ا كاري ومن بعد مشيت حسبت ان بلس ا لقيتها مقطقل على دونك اي. الخدمه نتاعك بجنبي. دونك ا كاري دونك سي ان برودوي روماركابل، حليتو ا كاري بلس 2 ا بي بلس بي كاري سي بون. 6 بلس 2 راسين دو 5 سور 2 سافا، هذه صحيحه. ومن بعد عملت ا بلس 1 وحتى المقامات سي تري بيان. دونك سي جوست. صحيت يا شيماء. ده دوزيام كيستيون، اش قال لنا يا شيماء؟ عندنا اون ديدوير لا فالور دو ا او كوب بوي دو ا على بوسونس 4. اون ديدوير يعني لازم تستغل الاكسبرسيون. نستغل لقبالها. صحيت. دونك مسيو انا ديجا فككت ال ا او كوب. صحيت، ا او كوب فككتها ولا رديتها ا كاري فوا ا، ديك الصحة. بعد عوضت ال ا كاري بال ا بلس 1، دونك فوالا هاك استغليت السؤال السابق. داكوغ، دونك يولي عندي ا بلس 1 فوا ا، كي حليتها كيف ديفلوبيتها ولات لك ا كاري بلس ا. سي بيان، نجم نزيد نكمل هذه، نجم نكمل نديفلوبها. ا كاري بلس ا هيك ريتها، نجم نزيد نديفلوبها
وردها الا كاري باش نجم نبدلها. مش ا بلس 1 اي دونك نجم نكتبها هي ا بلس 1 2a بلس plus ا. 1 صحيت تولي تولي 2a بلس 1 2a صحيت. داكور دونك اون فان كونت الا او كوب هي 2a بلس 1 plus 1 صحيت. هذا هو مي سافا. دونك جوست كان كنت تنجم الا كاري تزيد تحل باين نمشي الا 4 سي بيان. رديتها ا او كاري لو تو او كاري والا او كاري عوضتها ب ا بلس 1 سي بيان. داكور او كاري سيت ان برودوي ريماركابل اللي هو ا كاري بلس 2 ا بلس 1 نفس الشيء الا كاري تولي 3 بلس 2 صحيت صحيت. ا 4 كيف كيف الا كاري كنحلها ا بلس 1 تولي 3 ا بلس 2 سي بيان صحيت يا شيخ. باهي نمشيو لإكزارسيس 6. هذا الإكزارسيس 4 سي بون. الإكزارسيس 6 قال لي كالكولي راسين دو 3 موان 2 أو كاري. دونك سي أن برودوي رماركابل سي أ كاري موان 2AB سي بون بلوس B كاري سي بون. دونك سي 7 موان 4 راسين دو 3 صحيحة. بيتي بي قال لي ديدوير أون إكريتور بلو سامبل. معناها بلغة أخرى نحيل الراسين الكبير. هنا عندي راسين كبير تحت وراسين صغير. دونك شو عملت انت؟ فوالا هذيك مش مش هذيك ترجع جذر 3 موان 2 او كاري. تري بيان صحيت. دونك اللي تحت الراسين اللي هو عطاهولي 7 موان 4 راسين دو 3 هكا كالعاده ماذا بيا نكتبوا حاجه او كاري ديما قلنا نستغلوا البرودوي ريماركابل حاولوا نكتبوها حاجة لو تو أو كاري باش نجم نحي الراسين. سي تري بيان هكا باش يرجع هو أ موان بي أو كاري. الأ لهنايا راسين دو تروا والبي هي دو. سي تري بيان صحيح. دونك هكا تكتب راسين دو تروا موان دو لو تو أو كاري يعطيك الصحة. بعد يخرج أون فالور أبسولو راسين دو تروا موان دو سي بيان لي دو موان راسين دو تروا. فوالا جوست عاد تو سامبلومون تقول له راهو على خاطر السيد هذا ينتمي إلى إر سالب خاطر راسين دو 3 أصغر من 2 هكا ولا؟ أي فوالا. دونك ننتمي إلى إر موان. دوزيام كيستيون عطاني الإكسبرسيون دو بي. دونك اقرا لي شنو عطانا. سوا الإكسبرسيون دو بي إيكال A moins 1 sur 17 fois 1 plus 2 sur 17 1 moins 1, 2 sur 17 1 moins 3 sur 17 moins 3 sur 17 1 moins 23 à la 17. Déterminer le nombre de facteurs de P. Je m'en ai le nombre de facteurs de P. قداش من نومبر. دونك كيفاش طلعت 23 صحيت صحيحة 23 صحيحة خاطر اخر واحد 23 بالان صحيت. دونك انا عبارة باش نطلع سكون ابيل نقراوه ان شاء الله في وسط العام سويت نومبر دو تيرم دون سويت. دونك نومبر دو تيرم كيفاش نحسبو نومبر دو تيرم تو سامبلومون ناخو اخر انديس اخر هذا انديس اللي هو 23 لهنا نحي منه اول انديس اللي هو واحد ونزيد 1. دونك نعمل 23 موانز 1 داكوغ بلوس 1 نلقاو 23 يعطيك الصحة. وديجا هو بدا بال 1 دونك باش نلقاها 23 كان بدا بزيرو باش نلقاو 24. ولهنا لاحظوا ولاحظوا انه السيري متاعنا مش قاعد يخلف معناها قاعد يمشي بالترتيب واحد اثنين ثلاثة. دونك ما فماش علاش باش نخلف داكوغ. دونك باش ناخذها سيري كاملة. دونك باش ناخو آخر أنديس اللي هو 23 نحي منو أول أنديس اللي هو 1 داكوغ ونزيد 1 ديما هذاكا نزيد 1 هذيكا داخلة في النومبر دو تيرم. آخر أنديس اللي أول أنديس بلوس 1 داكوغ نلقى لو نومبر دو تيرم تاعي صحيت ولا دو فاكتور 23. باه بيتي بي قال لي كالكولي بي. داكوغ قال لي كالكولي بي. دونك باش نحاولوا نحسبوا السوم هذه. دونك اش عملت انت لهنا نشرت ولا كيفاش عملت لاحظتك
وحتى المقامات ظاهر لي كتبتهم اي فرد عملت مقام. تولي بعديك ضربت وحدتهم قسمتهم على 17 قلت 23 على خاطر هو جابش تعود 23 مرة. باهي، مش نسألك سؤال يعني. في وسط الترم هذم مش يعرضنا واحد إلا ثلاثة على سبعتاش، واحد إلا أربعة على سبعتاش، هو ماشية ماشية ماشية، مش يعرضنا الترم ظهر لي واحد إلا مش يعرضنا الترم إلا هو يا شيماء واحد إلا بويسك وصل هو الفانتروا، دونك أكيد اتعدى بالسبعتاش هكا ولا لا؟ معناها أكيد في وسط السيرية دي كم خبينا واحد إلا 17 على 17 هكا ولا لا؟ اللي هو الزيرو. اللي هو قديش؟ زيرو. صحيت، معناتها ضربناه كله في الزيرو. معناها الكل ضربناه في الزيرو، معناها قديش تطلع يقال البيع؟ ايجال يقال زيرو. زيرو. فوالا، دونك البي فينالمون مش يطلع ايجال زيرو، خاطر في وسطه فما واحد إلا 17 على 17 اللي هو واحد اللي هو زيرو. Donc, le P, l'expression de P, ça finalise par 0. فهمت؟ من غير ما نقعد لا نضرب في 17 ولا حتى شيء. فهمت؟ داكوغ. دونك انت ديجا شو انت في السيري نتاعك لهنا من 16 15 14 ومن بعد كو قاعد يطيح 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 لنوصل ناقص 6، يعني اكيد لهنا في وسط السيري نتاعك فما زيرو، معناها حتى ما غير ما نفيق. دونك اكيد في السيري نتاعي مادام تعديت من عدد بوزيتيف لعدد نيجاتيف، دونك ومانيش قاعد نخلف في حتى عدد، دونك الظاهر تعديت بالصفر. دونك بويسك هي ملتيبليكاسيون، دونك مادام فيها واحد صفر دونك البي ايكال زيرو، دونك بي سيت ايكال زيرو. فاهمين؟ باهي. شقعد لي تو اكزرسيس 11 و 12، دونك خدمت لي اكزرسيس 11 و 12، دونك نمشي لاكزرسيس 12. فوالا اكزرسيس 12 من الخدمه نتاعك هاي. باهي، دونك سوا اكس ان نومبر ريال، معناها نجم يكون بوزيتيف نجم يكون نيجاتيف. قال لي عطاني اكسبريسيون دو اف، قال لي ديفلوبي اي سامبليفي اف، دونك développer et simplifier f. Donc tu as développé, tu as fait attention au signe moins, c'est bien, moins x moins 2x, c'est bien. Finalement, 2x plus 3, c'est bien juste. Dis-moi, un schéma, hotlo égal, 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 égal. Je te donne le chemin maintenant, ou tu as pas à bras. Deuxième question, allez, on pose a égale 1001 fois 1003 moins 104 fois 1002. Quelles les questions sont utilisées? Sans utiliser la calculatrice et en utilisant la question précédente, donner la valeur de A. Très bien. Donc, l'ada, il faut installer l'expression sépa. Donc, les amis, nous allons faire l'ada x. D'accord? Donc, c'est bien. Tu as x ou 10,4. Sahid. Donc, 10,4 plus 1, 10,4 plus 3. Tu as fait la ou 10,4. Donc, finalement, je t'ai fait 2003. C'est juste. Tu as fait la. دونك قعد لنا اخر حاجه توا في الحصه نتاعنا ليكزرسيس 11، دونك ذا اكزرسيس 6 سي بون اي فوالا اكزرسيس 11. دونك اش قال لي؟ اون بوز ا اكس اكس فالور ابسولو دي اكس موان 3 اي بي اكس 2 اكس موان 3. دي قرا لي بريمير كيستيون يا شيماء. On pose a de x égale à x fois valeur d'absolu de x moins 3. B de x égale à 2x moins 3. Pour quelle valeur de x on a a de x égale à b de x? Et tu as dit x doit être 2. Qu'est-ce que tu as dit? X doit être 2. Tu as dit ax égale à bx. Monsieur a de x moins b de x لازم تكون 0. هو قال لي بين انه ax يقال b de x والا طلع ال x باش ax طلع ال x. دونك لوبجيكتيف نتاعي ما لوبجيكتيف نتاعي لاني نطلع ال x، دونك مش مشكلتي مع ال ax يقال b x. معناها هو اش اعطاني؟
عطاني دوني اللي هو ا اكس يقال بي اكس، مش نخرج من الدوني هكا ومش نلوج على الاكس. فهمتني ولا؟ الاكسبرسيون اللي عطاها لي ا اكس يقال بي اكس هكي هي الدوني، مش نخرج منها، مش نحاول من خلالها هي من خلال الريزوليسيون ديكواسيون نطلع لي اكس يعني لي سوليسيون الا يعطوني ا اكس يقال بي اكس. بون انت هنا يعني حطيت اكس دو تيتر دو، نجم تكون فما دوتر سوليسيون، نجم يكونوا فما دوتر سوليسيون غير الدو. دونك انت هنا توا حبست لي في الدو، نجم يكون دوتر سوليسيون. دونك نورمالمون نخرج من الدوني اللي عطاهولي ا اكس يقال بي اكس، نحل الايكواسيون تاعي، نعوض ال ا ونعوض ال بي، تولي عندي ايكواسيون، وبعد نطلع تولي عندي ريزولوسيون ديكواسيون، نطلع الاكس نتاعي. فهمت يا شيماء؟ باهي، باش نخدموها مع بعضنا. دونك نحط ا اكس ايكال بي اكس، داكوغ، نعوض ال ا اكس بالاكسبرسيون نتاعها، تولي x valeur absolue de x moins 3 égale 2x moins 3 puisque اني نلوج على x. دونك اش باش نعمل؟ باش نجيبهم الكل فرد شيره فرد جهه ونحط ايكال 0. داكوغ، دونك يعني x تنجم تكون 0 و 2، تنجم تكون 0 صحيت. دونك اني ما نقعدش ندقز عليها، تنجم تكون 0 تنجم تكون 2. دونك نخدم، عطاني ايكواسيون، جو فو ريزودر سيت ايكواسيون، ا اكس ايكال ا بي اكس، جو فيان دو ريزودر سيت ايكواسيون، داكوغ؟ دونك نهز البيع على الكل لهنا، يولي عندي دونك اكس فالور ابسولو دو اكس، موان تروا على اليسار وموان تروا على اليمين يا شيماء تتنحى، دونك يقعد لي كان موان دو اكس ايكال ا زيرو. دونك فاش قاعد نعمل؟ قاعد نعمل في الريزوليسيون ديكواسيون، قاعد نلوج على الاكس. تولي نخرج الاكس لبرا وتولي اكس بلوس 2. لا عاد، ركز شوية. دوزي باه. اكس ولا فالور ابسولو دو اكس؟ فالور ابسولو دو اكس ايكال فالور ابسولو دو اكس موان 2. صحيح، توا صحيح. دونك سي بيان. دونك بعد باش نخرج x en facteur، داكوغ، باش يخرج لي فالور اب، تقعد لي فالور ابسولو، ما لازمنيش نحي فالور ابسولو خاطر x ماهيش ما في بالي، ما عنديش دوني يقول لي راهي بوزيتيف، داكوغ، موان 2 ايكال 0. دونك سي بيان، هنايا الفكرة اللي نخرج x en facteur، دونك هاكي هي الفكرة، داكوغ. يقعد لي x فاكتور فالور ابسولو دو x موان 2 ايكال 0. ها اش نعملوا من بعد؟ نخرجوا x تولي فالور ابسولو دو x موان 2 x فوا فالور ابسولو دو x بين قوسين موان 2 تولي ايكال 0، معناتها تولي x ايكال 0 و الفالور ابسولي دو اكس موان 2 ايكال 0 تولي اكس ايكال اكس ايكال الفالور ابسولي دو اكس ايكال 2 معناتها اكس ايكال 2 موان 2. صحيت، شفت قداش خرج لي من سوليسيون انا في الاخر؟ قداش عندي من سوليسيون في الاخر؟ 3. صحيت، وانت لقيت لي سوليسيون بركه خاطر ما عملتش ريزوليسيون ديكواسيون، جست معناها قلت اي كان عاوض بدو. دونك هنا كي تعمل ريزوليسيون ديكواسيون كامله تلقى 3 سوليسيون، الاكس هذيك باش تخرج 0 والفالور ابسولو دو اكس ديجا هكا وحده باش يخرج لنا زوز، دونك فالور ابسولو دو اكس ايكال 2 باش تخرج لنا اكس ايكال 2 و اكس ايكال موان 2 مع الزيرو، يوليو عندنا 3 سوليسيون. داكوغ، باهي. كيستيون ثانيه، شنو قال لنا يا شيماء؟ الكيستيون الثانية قال لنا سان فير دو كالكول ديتيرميني ا موان دو ا فونكسيون دو موان دو موان بي فونكسيون دو موان دو اكاو. سي بيان، هنا انت يعطيك الصحة، فقط انه موان دو سوليسيون معناها عندي الحق نمشي ليكواسيون
moins 2 solution ta x égale à bx. D'accord? Donc, puisque moins 2 solution, tu as l'équation ax égale à bx, on a l'équation ici, on a x, bêche, b moins 2. Donc, il y a une solution d'équation, on a l'équation ici, on a x, b moins 2. Donc, je m'en ai moins 2, maintenant, solution de l'équation. AX égale à BX. Maintenant, on a le droit de nous l'équation. On a X par le moins 2. Maintenant, tout simplement, solution. Maintenant, A de moins 2 égale B de moins 2. D'accord? D'accord. Maintenant, la solution. Maintenant, vérifie l'équation. Maintenant, on a le droit de X radi. Donc, B de moins 2. D'accord? Ou bien, quand tu as bien, tu as le B de moins 2, tu as le A moins 2 moins B de moins 2, et tu as le A limine 0. C'est bien. Donc, tu as le droit de faire ça. Ben, troisième question, je ne sais pas. Je ne sais pas. Soit un entier naturel montre que l'expression AN moins BN plus 1 est un carré parfait. C'est bien, carré parfait, je m'en ai. C'est bien, il y a un carré positif. Mouche le n au carré positif. Le n, le n, madame, il appartient à n. Donc, la valeur absolue, la valeur absolue de n, il y a un n. La valeur absolue de n, il y a un n. Femme-t-ni? هو مش قال لي ان اونتي مش ريال اونتي ناتوريل معناها عندي الحق فالور ابسولو دو ان شنكتبو ايغال اكوا ايغال ان ايغال ان ديريكتومون خاطر بوزيتيف دونك معناها ديريكتومون ا ان موان بي ان بلس 1 نخرج من الاكسبريسيون هكايا وعندي الحق الفالور ابسولو دو ان نبدل بالان ونخدم الكالكول نتاعي سي بيان الكالكول نتاعك صحيح باش نوصل نلقى برودوي روماركابل Là où n carré moins 2n plus 1, là où c'est bien, c'est n moins 1 au carré. L'expression est un carré parfait. C'est bien, Shaima. Normalement, c'est bon fait. Tu as des questions, tu as des choses que tu veux savoir. Rakez. Essaye d'être rapide dans le devoir. Lebes alik, tbarakallah alik. في الهندسة هكا تعلمت شوية فازيت هكا جوست رد بالك في ريلاسيون دو شاز ديما البوان اللي مش تنتركلاها تنتركلاها دونك في الوسط دونك ولا تبدا بيه تسكر بيه مثلا عندي فيكتور ا دي دونك اول حرف ا اخر حرف دي دونك جوست ننتركالي دي في الوسط داكوغ و سافا دونك جلوبالمون لاباس بحول الله داكوغ Attends, on a déjà bâti la correction des exercices. Attends, on a bâti la. Donc, quand il y a une série de. Bon, il y a un résumé sur le centre de gravité. Il y a un centre de gravité. Donc, marque de thiqal. Parmi les choses, donc, centre de gravité, centre de gravité de triangle ABC. Il suffit de montrer que j'ai A plus GB plus GC vecteur égale vecteur nul. Voilà. Donc, il y a un centre de gravité. Il y a un centre de relation pour simplifier des expressions. C'est Donc, l'expression est j'ai A plus GB plus GC égale vecteur nul. نخدموا بها برشا pour simplifier deux autres expressions ساعات ينجم يجيب لك في الدفوار expression معقدة شوية un peu complexe باش انت تسهلها على روحك تنتركالي جي باش تظهر جي A و جي B و جي C بطبيعة تنتركالي برولاسيون دو شاز وظهر جي A و جي B و جي C إلا يعطيونا فيكتور نول اي وكاكا نولي نختزل نسامبليفي الاكسبريسيون بتاعي بالنسبة زادات كيف كيف إذا كان نعرف جي سنتر دو جرافيتي معناها عندي AG إيجال 2 تيار AA بريم إي جي A إيجال موان 2 جي A بريم دونك لو تروا بروبريتي هذوما
تاع السونتر دو جرافيتي يزن تعرف يعني باش نبين سونتر دو جرافيتي يا اما نبين جي ا بلس جي بي بلس جي سي ايجال فيكتور نول والا نبين انه فيكتور ا جي ايجال دو تيار ا بريم تفاهمينا باهي باش تطلع لي كوردوني نتاع السونتر دو جرافيتي تو سامبلومون تجمعهم ثلاثه اكس ا مع اكس بي مع اكس سي سور 3 تلقى اكس جي لابسيس بالنسبه للاردوني يا شيماء إيكغيك جي تجمع الإيكغيكات فوالا وتقسم على ثلاثة تلقى الإيكغيك جي فوالا يا شيماء هذا شنو عندنا اليوم في آخر السيري فوالا هذوما لي كوريكسيون دي زيكزارسيس بون يعطيك الصحة بريسك خدمت غالبيتهم صحاح إذن جوست فاس أ إكس إيكالا بي إكس ما عملتش ريزوليسيون أما وذي ما فقتش بها أن موان دي سات سور دي سات اللي تعطينا الزيرو أبار سا الآخر الكل سافا معناها ماشي مريقل بون الوقت خسرنا حبيت لو كان خدمت أكثر إكزرسيسات أهم السيري أنا مش مشكل أنا خدمت خاطر السيري نتاع البروف معناتها بعثنا برشا كاليش أنا خدمت باهي ميسالش ميسالش داكوغ دونك هكا عندك هذوما تريفيس بوم ها وبالتوفيق إن شاء الله إن شاء الله موفقة إن شاء الله في دوفوارك مرحبا بك في كل وقت كان عندك اي حاجة مثلا تنجم تبعثها على الواتساب